بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهنئكم جميعا بعيد الميلاد الجديد وببدايه عام جديد 2023، واود ان ارسل كل التهنئه من ارض مصر الى كل الايبرشيات والكنائس القبطيه الموجوده في ربوع المسكونه في افريقيا واسيا واوروبا واستراليا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. أود أن أهنئكم جميعاً باسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وباسم كل الأطباق الذين في مصر. نهنئ الجميع بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي وبحسب السنة القبطية سنة الشهداء، نحتفل به يوم 29 أيار من كل عام. في عيد الميلاد نتقابل مع مواقف كثيرة، ولكن من أشهر المواقف الموجودة في هذا العيد أننا ننادي بحسب النبوة أن بيت لحم لسك الصغرى في يهوذا. بيت لحم قرية صغيرة مغمورة غير معروفة بالمرة، ولكنها صارت أشهر قرية في العالم، وصارت تفتخر بميلاد السيد المسيح على أرضها وفي هذا المدود الصغير. كلمة الصغرى لفت نظرنا إلى الأشياء الصغيرة في قصة الميلاد. نتقابل مع النجم، والنجم كما نعلم أنه في السماء يبدو صغيرا جدا بحسب رؤيتنا على الأرض، ولكن نجم الميلاد كان له أكثر من صفر، أنه يتحرك وأنه يتوقف عندما يتوقف المجوس للراحة في أثناء رحلته الطويلة. كان النجم مرشدا وهاديا للمجوس الذين أتوا من بلاد المشرق لكي يقدموا هداياهم الذهب واللبان والمر. ولكن ما يهمنا في هذا الأمر ووجود النجم أنه يرفع نظرنا إلى السماء، أنه يشير إلى حياة سماوية. فكأن قصة الميلاد تبدو بهذا النجم أنها ترسل لنا رسالة، نحن الذين على الأرض أن تكون حياتنا سماوية. والحياة السماوية حياة مضيئة ونحتاجها على الأرض كثيرة. فالأرض تمتلئ بالخطية، تمتلئ بالشر، وتمتلئ بالمفاسد الكثيرة، ولكن عندما يرتفع الإنسان إلى فوق يصير كالنجم ويصير منيرا. هذه هي الحياة السماوية. القديس يوحنا زنبيري كان له عبارة رائعة يقول: أن تكون شمسا أو قمرا أو حتى نجما، المهم أن تكون في السماء. ممكن الشمس يعني تبرز للإنسان المشهور قوي، والقمر الأقل شهرة، والنجم يعني يمكن يكون مغمور زي نجم الميلاد أو زي الضوء البدع. المهم أن يكون الإنسان حياته في السماء. الأمر الثاني الذي نراه في مواقف الميلاد ومشاهد الميلاد حسب التقليد القديم، الشجرة. شجرة الميلاد شجرة خضراء دائمة الخضرة، تذكرنا بالمزمور الأول الذي نصليه كفاتحة للمزامير عندما نقول على الإنسان الذي يسير في طريق الله أنه يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في حينه ورقاها لا ينتسب وكل ما يصنعه ينجح. الشجرة ترسل لنا رسالة أن تكون حياتك مثمرة، حياتك طول العام مثمرة، مثمرة بالفضيلة أو مثمرة بالسيرة الحسنة أو مثمرة بالعلاقات الطيبة الموجودة مع كل إنسان. شجرة الميلاد شجرة ثابتة في الأرض، تعلمنا أيضا الثبات وتعلمنا النمو، ونضيف إلى ذلك أن الشجرة دائما تنمو إلى السماء، فهي تتجه إلى السماء من عام إلى عام، عندما تنمو ترفع رؤيتنا وقلوبنا إلى السماء. الأمر السادس في رسائل الميلاد العديدة قرية بيت لحم. عندما ذهب القديس يوسف النجار مع أمنا القديسة مريم ولم يجد مكان في بيت لحم بسبب الإحصاء والتعداد الذي كان موجودا في ذلك الوقت، نرى أن بيت لحم كلها كانت مزدحمة، فيش مكان. ولكن صاحب البيت
أشار عليهم بوجود المسود. ما نعرفش إن المسود ده ممكن يكون مكان ضيافة هو للحيوانات فقط، ولكن أشار عليهم بوجود المسود وتجنب أن يقول لهم ما عنديش مكان. وهنا ظهرت صورة الإنسان الخادم أو الحياة الخادمة. الحياة الخادمة التي تخدم الآخرين يجب أن يتجنب أن يقول كلمة ما عنديش أو ما فيش أو كلمة لا. هو أوجد هذا المزود، نحن نسميه مزود ولكنه حظيرة للحيوانات، للصور والحمار ولبعض الحيوانات الأخرى. وهذا المزود صار مكانا دافئا منيرا لامعا مشهورا في العالم كله. وصارت الخدمة التي قدمها صاحب البيت ولا نعرف اسمه، ولكنه قدمها بمحبة وحل مشكلة. الخادم هو الذي يستطيع أن يحل مشكلة ويتجنب دائما أن يرفض طلبة لخدمة الآخرين ومساعدة الآخرين. ولذلك صارت بيت لحم لدس الصخرة في يبوزة وصارت مشهورة في العالم كله. هذه رسائل الميلاد، النجم الحياة السماوية، والشجرة الحياة المثمرة، والمزود الحياة الخادمة. هذه الرسائل مع رسائل أخرى أود أن أقدمها لكم للجميع، لكل كنيسة ولكل إبراشية، لكل الآباء الأساقفة والآباء المقارنة والآباء الكهنة ومجالس الكنائس والشمامسة، لكل الشعب، للشباب وللأطفال في كل كنيسة وفي كل مكان يتواجد فيه الأطفال وهم يحتفلون بعيد الميلاد في هذا اليوم. تحياتي ومحبتي لكم جميعا من أرض مصر، من أرض القديس ماري ماركوس كاروس، بلادنا العزيزة. أهنئكم جميعا وأرجو لكم كل خير في العام الجديد. وهابي نيو يير.